حياكم الله بزوارة اليوم، وفي زوارة اليوم راح نتكلم عن علاج دهون الكبد. طبعا حاليا لا يوجد علاج مرخص من هيئة الغذاء والدواء لعلاج تشحم الكبد. هناك نصائح ننصح بها لعلاج هذه الدهون. النصيحة الأولى، يجب تنزيل 10% من الوزن الكلي لنزول أو تخفيض دهون الكبد وعلاجها. ننصح بنزول بطيء ومنتظم بنسبة 2 إلى 3 كيلو بالشهر. النصيحة الثانية، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، قليل بالسعرات الحرارية، قليل بالسكريات، وقليل بالدهون المهدرجة. رقم ثلاثة، ننصح بممارسة الرياضة بانتظام 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، سواء مشي أو كارديو، 5 مرات أسبوعيا. رقم أربعة، الأشخاص التي تعاني من زيادة بالوزن وسمنة من الدرجة الأولى ولم يتمكنوا من نزول الوزن أو الوصول إلى الوزن المثالي، ننصح باستخدام أوبر نزول الوزن مثل أوبر المونجارو أو الأزومبيك، لأن هذا الأوبر تم الموافقة عليها والنصح بها لأنها آمنة وتحد من دهون الكبد وتعالج دهون الكبد. رقم خمسة، الناس التي تشتكي من سمنة مفرطة وعندهم سمنة درجة ثانية ولم يتمكنوا من النزول، ننصح بإجراء عمليات السمنة، العمليات الميتابوليزمية، لأن أثبت فعاليتها في علاج دهون الكبد وعلاج تليف الكبد.